اسال حضرتك، حضرتك قلت في الصالون الثقافي اللي كان والدك بيعمله كان بيجي طبعا. فيه نجوم كبار زي الفنان عادل امام. انا عارف ان حضرتك قريب من محمد ورامي، ممكن تطمننا على الزعيم يعني لو عندك اي معلومه؟ زي الفل. لسه كنت بكلم رامي اول امبارح، مش سعد زي الفل الحمد لله، ربنا يديه بالصحه والعمر. محمد ده اخويا الصغير وبدايته كانت معايا في خطوط حمراء. يعني عايز اقول لك لما كانوا بيغلبوا مع محمد كانوا بيكلموني يعني وهو صغير يعني. عم عادل ده بالنسبه لي حاجه كبيره. انا عندي صوره والله بجيبها لك، الصوره دي بطلعها لمحمد، اجيب لك الصوره دي مشهوريه وانا عيل صغير. كان في مسرح السلام اللي هدوه في اسكندريه دلوقتي اللي في سيدي جابر عمارات مصطفى كامل، فكان بيعرض عليه الاستاذ عادل امام، كان رايه سكينه وبعد كده الاستاذ عادل امام فضل يعرض عليه يعني، وكان جنبه مسرح العرايس اللي بيعرض عليه بابا الله يرحمه. فكان دايما كنا نخلص مسرح العرايس بابا يروح وانا افضل واقف قدام الكواليس مستني عم عادل وهو خارج الساعه 2 ونص 3 الصبح بقى كده اسكندريه بقى وصيف وبتاع. فكل يوم يقول لي انت هتفضل واقف كده من صلاح، هتفضل واقف كده كل يوم العيد. فقلت له انكل عادل انا عايز صوره وبتاع، قال لي حاضر يا سيدي. هات عادل، عادل سليمان مدير اعماله، هات عادل قلم. قال لك اكتب لك عليها ايه؟ قلت له اكتب لي عليها يا رب اشوفك نجم كبير. فراح كاتب لي يا رب اشوفك نجم كبير. لفت الايام ودارت، رحت جايب له نفس الصوره من فتره قريبه، راح كاتب لي عليها عشت وشفتك نجم كبير. حلوه قوي. طب بمناسبه كده بقى عيد ميلاد الشهر ده يوم 17، ان شاء الله رساله، بص للكاميرا وتقول رساله استاذ عادل. الله يديك الصحه والعمر يا استاذ عادل، اللي اتعلمنا منك كتير. يكفي فخر ان احنا لما بنسافر اي بلد في الدنيا بنتعرف بيك وبلدنا بتتعرف بيك، تحديدا في المغرب العربي لما بنروح. انت مصري وانت من بلد عادل امام. ربنا يديك الصحه والعمر ويطول لنا في عمرك ونتعلم منك اكتر واكتر ان شاء الله باذن الله.